حتى تختبر سلام عميق، سلام مع راحة في ضميرك، في حياتك، في قلبك، في داخلك. هذا السلام أحبائي اللي بيقدمه الرب يسوع المسيح، مكتوب سلام يفوق كل عقل. هذا السلام هو الذي عندما يملك في القلب فتصبح حياتك في سلام بغض النظر شو العواصف الموجودة في الخارج. إنها راحة السلام، إنها راحة الضمير، إنها الراحة من تعب عناء وجهد وتعب وتضايق بسبب التقاليد الكثيرة اللي ربطتني واللي قيدتني كل أيام حياتي. اتعبت من الاستغلال الديني، اتعبت من الاستغلال الناس لحياتي، اتعبت من العبودية، عبودية الشيطان، اتعبت من الدينونة، اتعبت من الشكاية، اتعبت من الهموم، اتعبت من الحزن، اتعبت من الهم، اتعبت من الأثقال، اتعبت من النير اللي فيه قهر وفيه ذل وفيه عبودية اللي بتاخدني إلى أسفل. أنا الآن أنظر إلى يسوع، ألتفت إلى يسوع وأقبل دعوة يسوع وأقول له يا رب أنا آتي إليك مثل ما أنا، وتعال أعطيني الراحة مش بس في حياتي، كمان الراحة الأبدية.